الوضوء صفة الوضوء، ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يغسل الكفين استحبابا، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، ثم يغسل الوجه مع ما استرسل من اللحية، ثم اليد اليمنى مع حتى يستوعب المرفق، ثم اليسرى مع المرفق، ثم يمسح لا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعب دون أن يشرع في الساق، ثم اليسرى كذلك، ثم يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاغتسال يقول على صفتين، صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة ينوي بقلبه، يسمي، يعمم جميع البدن بالماء ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمض واستنشاق واستنثار. الصفة الكاملة المستحبة يغسل الفرجين، ينوي بقلبه، يسمي، يغسل اليدين، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، يغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يغسل الرأس يرويه بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا، ثم الشق الأيسر كاملا، ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى. هذا أكمل اغتسال على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. انتهينا، الحمد لله.